أنا أذكر صارت محاورة، صارت محاورة بين شاب من شبابنا، وصارت له محاورة، يا سألته قلت له ليش ما تطلع شوي على تاريخك؟ قال لي شيخنا لا والله أرجوك لا تجيبني لتاريخنا أبدا. قال لي ليش؟ قال لي ثاني يوم يصير عندي مصران عوار، ما أعرف أنا، لأن أقرأ هالتاريخ هذا إذا قرأته قلبي يتمزق، أمعائي ما يصير بيها، لأن أجي لي ألقى تاريخ ما تطيح بي على الحقيقة إلا نادر، روحك تطلع يلا تحط إيدك على الحقيقة، تاريخ يعني ما تكاد تصل بي إلى الحقيقة إلا بعد عناء وجهد، تلعب بي عواطف، تلعب بي أهواء، تلعب بي أموال، تلعب بي محسوبيات، تلعب بي حزبيات، تلعب بي عقائد. طيب يمتى هذا يمتى يسلم؟ أنا أريد لي فتشي نظيف، أريد لي فتشي أخذه سالم، أريد لي فت غذاء نظيف أخذه. وين أنا أقرأ التاريخ؟ اعطيني في التاريخ شوية تاريخ موضوعي، خلي يذكر لي الخير والشر. أما أنه يجي يعني كل زيف وكل تغيير للحقائق وكل تزوير شيء مزعج يعني. على أي